ربنا بيقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. إيه اللي حصل؟ اللي حصل المنافقين بنوا جامع وقالوا الجامع ده إيه هنتجمع فيه ونعمل ننشر بيه بقى فتن وشبهات وربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تخش الجامع ده وما تصليش في الجامع ده والجامع ده لازم إيه لازم يتهد. فربنا بيقول على الناس دي لا يزال بنيانهم اللي هو المسجد ده الذي بنوا ريبة في قلوبهم لازالوا متعلقين بالبتاعة دي لازالوا مخطئين لازال الموضوع ده ما صفوش نيتهم ناحيته ما صلحوش. ساعات يبقى الواحد فينا كده عايز يرجع على ربنا ولسه ما حطش رجله كده وثبتها فربنا يقول ايه الا ان تقطع قلوبه لما قلبه يتقطع من كتر التوبه ومن كتر الشوق ومن كتر العزيمه. فاهمين انا ليه بقول موت نفسك في الايام دي؟ عشان انت محتاج تقول ربنا انا 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 رجعت يا رب خلاص الموضوع انتهى خلاص هبقى عبد واخرج على اساس اني عبد وهفكر على اساس اني عبد وهتجوز على اساس اني عبد وهتكلم على اساس اني عبد. الايام دي هتستمك وعليك انك بعد الايام دي تفهم يعني ايه عبوديه وتتعاش ازاي تغير فهمك للدنيا وللاخره ونظرتك للمسلم والغير المسلم ومعاملتك لاهلك ورؤيتك لطموحاتك في الدنيا والمستوى العيش عايز تعيشه والجواز والشغل قيمته ايه في حياتك والسفر صح ولا غلط محتاج ان انت بقى تبدا ايه تشوف. فانت يعني يا جماعه احنا مش هنقلب صحابه احنا بس هنبقى عملنا ايه جينا عرفه جددنا العهد نبدا بقى نشوف يا جماعه انا عندي مشكله في الحجاب يا جماعه عندي مشكله في الصلاه يا جماعه عندي مشكله في كذا اعمل ايه تتعمل ازاي عملتوها ازاي خدت وقت قد ايه وتصلح نفسك وتمشي. فهو نفتكر انه الكون فيكون كنت تموت خلاص في العيد ما خلاص تخلصت كده بابا عليك وصلت. ده برضو احد او هو اهم الاسباب بالنسبه لي ليه الناس بتقع بعد رمضان عشان هي فاكره ان انا لو وصلت له في رمضان لازم احافظ عليه مش عارف احافظ عليه وبرجع تاني. انت ما رجعتش تاني انت كده اصلا انت كده اصلا دوست بوز بس انت لسه جواك حب الشهوات ولسه جواك ولسه عندك اصحابك هم ممكن تكون حاولت شويه في رمضان تصلح بس الجزء الاكبر بعد رمضان نفس الكلام في الايام دي يا جماعه.